التعليم تكشف عن موعد أجازة نصف العام 2024. أسابيع قليلة تفصلنا عن أجازة نصف العام الدراسي 2024 واللي بينتظرها معظم الطلاب، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي حتى نهايته، واللي بتتضمن الخريطة موعد بدء وانتهاء أجازة نصف العام. وكمان قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد أجازة نصف العام 2024 تبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير وتستمر حتى 8 فبراير، وتصل مدة أجازة نصف العام إلى أسبوعين على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بعد تلك المدة. أما بالنسبة للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 تأتي كالآتي: الفصل الدراسي الأول ينتهي يوم 25 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وأما أجازة نصف العام تبدأ يوم 21 يناير وتستمر حتى 8 فبراير، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024. وبالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية هتبدأ يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وأخيراً امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية. شكراً ليكم على المتابعة، وانتظرونا في خدمات أخرى من تلفزيون الوطن.